كالعادة مشاهدينا بنحب دائما نضوي على مواهب وإبداع شبابنا، فكيف إذا كانت طالبة متفوقة عم تدرس ماجستير بالهندسة المدنية وأيضا مبدعة في الرسم ومتطوعة؟ لنعرف أكثر عن هاي الطالبة المميزة ديما أحمد، ضيفتنا اليوم بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي ديما. يعني ماجستير بالهندسة، متميزة مبدعة بالرسم بالإضافة ل تطوع، يعني هذا الشيء دائما نحن بنحب نضوي بصبايانا اللي متميزات وعم بيبدعوا بمجالات مختلفه. لو نعرف المشاهدين عن ديما. هلا اسمي ديما احمد، طالبه ماجستير مثل ما حكيتوا، ضيف بالرسم. يعني من صغري كنت ارسم، انا من لما كنت صغيره، بس طبعا ك يعني كانطلاقه حقيقيه كانت بعد التخرج بال 2017. حلو. ايه كملت يعني الي. انت كمان متطوعه بمبادره اسمها تالنت زون. تماما. هيدي المبادره عن شو بالضبط؟ هلا هي بيئه حاضنه للمواهب، يعني كل تشمل كل المواهب، يعني مو بس الرسم. موسيقى، تمثيل. يعني هي كان فيها عملت دورات. حلو كتير. طب شو اللي شدك للرسم ديما؟ ليش اخترتي الرسم؟ يعني الرسم والهندسة، أكيد الهندسة المدنية في إنشائية وفي رسم وفي خطوط، بس رسم البورتريه ورسم الشخصيات بده موهبة وبده شغف. ليش اخترتي الرسم كموهبة لحضرتك؟ هلا بصراحة هو بلش الرسم معي كموهبة من الصغر، يعني بس أنا بعد اللي تخرجت من الهندسة يعني كان عندي فترة فراغ، ولاحظت في كتير انتشار، يعني صار بفترة معينة كتير صار في رسم للبورتريه تحديدا يعني. فكتير جذبني هذا الفن وبلشت اشتغل فيه لانه كتير عجبني، يعني حبيت انه كيف الواحد بيطلع الملامح مثلا، كيف بيجيب الشبه، كيف موضوع التظليل، انه كيف يوصل على الواقعيه. ويمكن فادتك الهندسه المدنيه كمان بتعتمد على الرسم الى حد ما. ايه هلا اكيد في رسم تقاطع بينك طبعا وبين. ايه في رسم هندسي بس انه يعني شوي بعيد عن موضوع البورتري، يعني انا اشتغلت بالبورتري بعد الهندسه بعد ما خلصت. حلو كتير. ولكن سهل لك الامر انت بالموهبه. ايه طبعاً. كيف نميتي هيدي الموهبه يا ديما؟ يعني هلا كيف اشتغلتي على حالك لتميزي وبعدين هلا دخلتي مبادره انت صرتي عم بتشجع كثير من الاشخاص انهم يكونوا متميزين بالرسم او بمواهب ثانيه؟ هلا بدايه انا بلشت انه اقلد، يعني كنت نزل مثلا صور تلفتني، صوره مثلا فيها مشاعر فيها شيء، فانه حب اني ارسمها وهيك وجيب الشبه وهيك، يعني ضليت انه على هالاساس هذا لحتى تعلمت النسب مثلا، تعلمت القواعد الاساسيه بالرسم، تظليل وهيك، وضليت اطور حالي لحتى انه يعني بدي اوصل. طورتي حالك لحالك ولا دخلتي مجال معين انت حدا علمك؟ لا طورت لحالي، يعني اعتمدت على حالي اكثر على التدريب. خلال التقليد يعني. انا دائما يعني بنصح العالم انه التدريب، دائما التدريب هو اللي بيخلي الانسان يتطور اكثر من اي دوره. تروحي على دورات او اكيد شي. اكيد هلا الدورات ممكن. نشوف بعض من رسوماتك ديما. هاي الفنان عبد المنعم عمايري. هاي قيد مجهول. هي كثير عملت ضجه هي الشخصيه طبعا، فحبيت ارسمها. طيب اصعب شيء بالرسمه تعطي الانطباع الصحيح للمتلقي شو هو؟ اكثر شيء بتتعبي عليه ليوصل للمتلقي بشكل صحيح؟ هلا كبورتريه هو الشبه اكثر شيء. اكيد الشبه. الشبه كثير، يعني اول شغله انه بيطلع الشخص بالرسمه، يعني انه هي بتشبهه او لا. هلا بيقولوا في عالم الملامح او مثلا الرياكشنات الموجوده أكيد بالشخص. اكيد طبعا. هلا انا معروف عني اني بهتم بالعيون كثير، يعني بحب اني اطلع كمان. انه اطلع الشعور بالعيون دائما، يعني حتى المي مطلعتيها بدقه على التفاصيل كثير. انا اول فتره كنت ارسم، يعني كنت جيب الشبه بس ما في تفاصيل. في حدا يعني قال لي ملاحظه انه انت ما في تفاصيل، في رسم حلو شبه وهيك بس ما في تفاصيل. فاشتغلت على هذا الموضوع كثير، يعني وكل ما انه حتى لدرجه وصلت اني بدي طالع مسام البشره، انه حاول ارسم مسام البشره. والمشاعر قد ايه كمان مثلا حدا فرحان، حدا زعلان، حدا مكتئب، هيدا الشيء كمان قد ايه بتحسي فعلا بيعطي تعب ومجهود أكيد للفنان؟ اكيد طبعا. حتى رسماتي اغلبها فيها مشاعر، بين مشاعر حزن، يعني حزن بحس انه هي الصور كثير فيها عن جد مشاعر فائضه، يعني بتكون طالعه من الصوره. ليش حزن؟ ما بعرف، بحس ببين هيك انت؟ لا بس بحس عم ببين يعني كثير بالصوره، يعني بحب انه طلعه بالرسمه مثل الصوره هيك تماما. يمكن هي صدفه او شيء، بس انه عن جد عم تطلع اكثر شيء وعم تكون ظاهره بالصوره. كمان هلا عم نشوف مع حضرتك شهاده، هي شهاده هي شاركت بمعرض بالمكتبه المركزيه من فتره، فهي اعطونا شهادات وقتها مشاركه. حلو. هيدي الفايكنج ما هي هي تطبيق الدمج الصوره مع الرسم. حلو. يعني هلا قد ايه بتحسي انه فعلا انه نحن نتميز
بعدة مجالات وخصوصا للشباب السوري اللي هلا عم بيحطوا ابداع وبصمه بمختلف المجالات. هذا الشيء قد ايه بده تعب، قد ايه بده تمرين، قد ايه بده مجهود شخصي وثقه عند طبعاً اي شخص، خصوصا هلا يعني نحن انه بايامنا اي مجهود انت بتعمليه انه يعني كثير الواحد عن جد يكافئ عليه، لانه يعني وضع شوي هيك صعب، فبتحسي انه اي شيء جديد انت عم تعمليه يعني كثير لازم الواحد عن جد يقدر هذا الشيء، يبذل جهده فيه. طيب ديما، حضرتك كمان مدربه بمركز المهارات والتوجيه المهني، وبتعلمي الاطفال الصغار الرسم، اذا بتحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. هلا انا بدايتي بالتدريب كانت بمركز المهارات، يعني حلو. دخلت هيك صدفه، يعني انا ما كنت مدربه قبل او حسيت انه شيء جديد علي، بس انطلب بعد مني بعد التخرج انت تماما دخلت عليه، انطلب مني انه مدرب بورتريه، فرحت بس انه بدي ادور وين بدي اشوف شيء انه اعطيه، مثلا كيف بدي اعمل الدوره كبدايه، يعني كيف بدي احط الخطه يعني للتدريب، كيف بدي اوصل المعلومه للطلاب وانه يطلع منهم شيء حلو. وفعلا نشحت اول دوره ورجعت عملت اكثر من ورشه بمركز المهارات ضمن مبادره تالينزون. من خلال هدول المتدربين ضمن هيدا المركز، قد ايه بتحسي انه فعلا في تفاعل بالطلاب، يعني في تركيز للرسم بهيدا المركز، للمواهب الثانيه انت عم تشتغلي عليه؟ ايه هلا هو مثل ما قلت لكم هي تالنت زون حاضنه للمواهب، فطلاب جامعه تشرين كثير تحمسوا للموضوع من اول ما عملنا المبادره، بلشنا فيها كثير حبوا فكره انه في حدا رح يدعم مواهبهم، يعني خصوصا الرسم. حلو، يعني انا اول ما نزلت اول ورشه تفاجأت بالعدد، انه كثير في عالم في اقبال. حلو كثير. طيب ديما، شو مشاريعك المستقبليه؟ هلا مشاريعي اتطور لسه اكثر اكيد. في شيء مثل رسم رقمي او جرافيك، او دائما الرسم بيتبعه مراحل ثانيه، في عالم بتحب تطوره اكثر خاصه مع نحن بزمن التكنولوجيا؟ يعني اكيد هلا انا عم بشتغل موضوع الجرافيك، يعني عم اتعلم هلا عن جديد، فحابه انه احول الرسم ادمجه مع الجرافيك ديزاين، يعني اني يصير عندي رسم رقمي مثلا موشن جرافيك، حابه هذا الموضوع فوت فيه. هلا نحن مثل ما بنعرف بزمن السوشيال ميديا وبنشوف في كثير من الاشخاص بيستثمروا هيدي السوشيال ميديا لتكون ذات انطباع ايجابي للكثير من المتلقين، هيدا الشيء قد ايه لعب كمان دور لتعرفك العالم بالاضافه لمشاركتك بالمعارض ديما؟ قد ايه حسيت انه فعلا عم تنفتح لك ابواب انه العالم عم بتشوفك وتتميزي ليطلبوك وتدربي المتدربين؟ هلا هو السوشيال ميديا هي كانت البدايه حتى اني ادخل بموضوع الرسم، يعني انا لما الواحد بيفتح نت مثلا بيشوف الرسومات كذا انه بيتشجع شوي، بيشوف العالم عم ترسم وتتطور وهيك، فهي اكيد كمان طبعا هي كانت الباب كبدايه، وهلا هي اكيد انا اي شيء بشتغله هيك عم يكون عن طريق السوشيال ميديا، الاعلان، الدعايه. حلو كثير. طيب ديما، نحن للاسف الوقت تداركنا، ومبسوطين كثير فيكي، وفعلا اللوحات رائعه جدا، نتمنى لك المزيد من التطور والتوفيق، واذا بتحبي تقولي لنا كلمه اخيره لكل الشباب يلي عم يحضروكي انه نحن قادرين فعلا نوازن بين دراستنا وبين موهبتنا ونتميز باثنين. أكيد أنا دائما يعني بقول لأي حدا إنه دائما خليك عم تتدرب، التدريب هو أساس لكل شيء، يعني هو اللي بيخلي الإنسان يتطور، ف يعني دائما بشجع العالم إنه ما تتركه أبدا، لو كل يوم مثلا الواحد لو شيء بسيط، يعني بحيث إنه ما يترك هاي الموهبة أو تموت عنده مثلا. يعني عم لاحظ ديما فعلا عم نشوف انه فعلا في تميز عند صبايانا، يعني ما عم يكونوا متميزين بالمجال العلمي او التحصيل العلمي، لا عم بيتخطوا هيدا الشيء وعم بيستثمروا وقتهم بالشيء الايجابي اللي يتميزوا فيه. اهلا وسهلا فيكي يا ديما، نورتينا. نورتي صباحنا مره ثانيه، واهلا وسهلا فيكي ريم. مكملين بفقراتنا، وهلا خلونا نتابع سوا نصيحه طبيبك مع زميلتنا شيرين عارف.